الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنحل بقى اسئله الدكتور ابراهيم في الريتينا. طيب اول حاجه بيقول ايه الموست كومن كوز، الموست كومن كوز اوف ديمينيوشن اوف الفيجن في الدايابيتيك ريتينوباثي. اكتر سبب بيعمل لي ديمينيوشن اوف الفيجن في الدايابيتيك ريتينوباثي هو ان ياثر على الماكيولا، ان ياثر على الماكيولا اللي هي دايابيتيك ماكيولوباثي. وده قال ان هو سؤال هيجي يعني اللي هو دايابيتيك ماكيولوباثي كل ما تاثر على الماكيولا انا طبعا مش هشوف السنتر وادام مش هشوف الفيجوال اكيتي كويس فيبقى في ديمينيوشن اوف الفيجن. تمام طيب دايابيتيك ماكيولوباثي تمام. بيقول ايه بيقول complication of retinal neovascularization include انا دلوقتي عندي blood vessels جديده ايه هي complications بتاعتها ارما ارما دي عبو اللي هي intra retina microvascular abnormality دي بتفتح في حالات ايه في حالات ال في حالات الاسكيميا مش في حالات النيوفاسكولاريزيشن لا ده هي في حالات الاسكيميا دي عباره عن شانتس مش بتكون موجوده اصلا وبعدين تبدا تفتح عايزه تنقص. تمام طيب مش عارفه كورويد سب ماكيولا اديما مش عارفه ايديين الماسكافيليتينز. الماسكافيليتينز دي عباره عن ميوت هيموريج من البلافزز بيجي بسبب التير وديكريز الانترا اوكيلار بريجر. لا طبعا النيو فاسكولاريزيشن دي هتطلع بلاد وهتزود الانترا اوكيلار بريجر. النيو فاسكولاريزيشن دي هتبقى كلوت في الاخر البلافزز دي هتفرقع. النيو فاسكولاريزيشن دي هتفرقع وهتعمل كلوت في الاخر وبعدين الكلوت ده هيقوم جاي عامل فايبروزس وبعدين هتقوم جاي شد بقى اللي هي تراكشن اوف الريتينال اي ريتينال اي ديتاتشمنت. طيب ريجاردنج بلاد سبلاي اوف الريتينا ويتش از كوركت بالنسبه لل البلاد سبلاي السيليور ريتينال ارتري ده برانش من السنترال ريتينال ارتري لا ده برانش من الكورويد. تمام هو كان قايل ان هو برانش من الكورويد. طيب الاوتر ريتينا الاوتر ريتينال لير ار سبلايد باي سنترال ريتينال ارتري الاوتر ريتينال لير ناحيه الكورويد سبلاي برضو بالكورويد. طيب ايه تاني قال لك السنترال ريتينال ارتري از ان اند ارتري لا ده هو بيدي برانشات بالاماره بيدي سوبرفيشال بلكسس في الـ في النيرف فايبر النيرف فايبر لير وديب بلكسس في الانر نيوكليير ودول الايه ودول الاند ارتريز. الريتينا از دريند باي سيلاري فين لا الريتينا بالدرين دي سنترال ريتينا فين وبعدين اوبسالميك فين وبعدين كافيرنس ساينس. الفوفيا از ذا موست فاسكولار بارت الفوفيا از ذا موست فاسكولار بارت غلط طبعا الفوفيا مش موست مش موست ايه مش موست فاسكولار بارت امال باقي ايه اللي صح. قالك ريجاردنج ذا سبلاي ويتش از كوركت سيلور ريتينا ارتري برانش من سنترال ريتينا ارتري اوتر ريتينا اير سبلاي بس مش عارف الصراحه ايه هو الصح. ممكن نقول سي على اساس سي على اساس ان هو اند ارتري او بيدي فروع تعمل اند ارتري مش عارفه بقى. تمام مش عارفه سي على اساس ايه. النمبر اوف لير في النيورو سنسوري ريتينا عندنا عندنا الريتينا النيورو سنسوري 9 امال البيجمنتد 1 بس هي مش نيورو سنسوري دي بتخدم عليهم. تمام فهي الاجابه 9 لان هم كلهم لو قال الريتينا كلها يبقى 10 قال النيورو سنسوري بس 9 وفي واحده بيجمنتد بتخدم عليهم بس هي مش شغاله نيورو ايه مش شغاله نيورو سنسوري. طيب البان ريتينا ليزر فوتوكو اجيليشن البان ريتينا ليزر فوتوكو اجيليشن اللي هو الجهاز اللي انا بحرق بيه الليزر ده ماله از انديكيتد ان ويتش اوف ذا فالوينج كونديشن بحتاجه في ايه بحرق بيه بلاد فيزلز مثلا. تمام طيب بروفليتيف دايابيتيك ريتينوباثي احتاجه في البروفليتيف دايابيتيك ريتينوباثي بروفليتيف يعني هتطلع بلاد فيزلز كتيره فبالتالي ممكن احرقها. تمام تمام يبقى ايه. طيب كوميتشي وريتينا دي عباره عن خبطه بتكون في الريتينا خبطه في الريتينا دي اصلا في شابتر التروما. طيب السين ان في حالات الكونكشن انجري كونكشن انجري ولا حالات البابلوديما ولا حالات السنترال ريتينا فين ثرومبوزس ولا حالات السنترال ريتينا ارتري ثرومبوزس. انا تقريبا بقول هي كونكشن انجري لان هي اصلا في شابتر التروما بتيجي بسبب الايه الخبطه كونكشن انجري. طيب 7 اكليوجن اوف اللور لور نيزل لور نيزل برانش للسنترال ريتينال ارتري ريزلتس ان وان اوف ذا فيلد افكت. عندنا الريتينا الريتينا الفيلدس اما تيجي تقول الريتينا اما تيجي تقول تمثلها على الفيلد بتعكس عكس اللور ابر عكس النيزل تيمبورال يبقى ابر تيمبورال ابر تيمبورال فيلد افكت. تمام طيب كوتون وولز بوتس دي عباره عن مايكرو انفرنت بتكون موجوده فين مايكرو انفرنت بتكون موجوده في النيرف فايبر لير صح هو قال ان السؤال ده هيجي بي مايكرو انفرنت في النيرف فايبر لير. طيب مش قال لك الليدنج كوز اوف البلايندنس في ديفلوبد كانتري احنا قلنا ان الناس اللي هي متقدمه ديا ما يعيبهمش غير ايه غير سنهم الايجنج والايجنج وعايزين مرض هنا ديجنريتيف اللي هو ارمط اللي هو ايج ريليتد ماكيولا ديزيز. تمام طيب ارمد ده تمام طيب
الريسك فاكتور فور ريجمنتوس ريتينال ديتاشمنت. عايزين بس نفتكر ريجمنتوس ريتينال ديتاشمنت دي يعني عباره عن تير يعني ريتينا تير. تاني حاجه عباره عن ريتينا تير. تاني حاجه في ايه؟ تاني حاجه في الفيتروس بقى ايه بقى ليكويد تمام، فبدا يخش. طيب ماشي. ريسك فاكتور للرجمنتس بقى انه يحصل تير او انه يحصل ليكويد الهايبر متروب، لا طبعا مايوبيا، انه يحصل هاي مايوبيا يعني العين تكبر، فالفيتروس بدل ما كان جيلي كده ماسك في نفسه لا يتفرق ويبقى ليكويد تمام. فدي ساهمني في شرط، فبالتالي يحصل رجمنتس ريتينا ديتاشمنت. الهاي مايوبيا والسلاكتيك ديجنريشن دي معانا تنفع تمام، والايريدوسايكلايتس والسايكلوبيتك وروبوزس ايريس لا، هي الهاي مايوبيا. ايه الهاي مايوبيا؟ ان العين تكبر، اللي اسمه ده الفيتروس يوسع تمام. طيب وي ايه ويبقى مور اقوس. مش عارفه هو مش حل السؤال ده ولا ايه. الانفستيجيشن ويتش از بيست تو اسس الريتينال فاسكولار ديزيز، عشان اوصل للفاسكولار هو الايه، هو الفلورسين انجيوجرافي، فندس فلورسين انجيوجرافي ريجاردنج اسكيميك كيرفو اللي هو سنترال ريتينال فين اوكلوجن ويتش از كوركت. في حالات الاسكيميا قال لك سادن بينفول ديمينيوشن اوف الفيجن، احنا قلنا ان حالات الاسكيميا. طيب احنا قلنا الاسكيميا احنا كان عندنا كده، نفتكر كان عندنا نون اسكيميا، كان عندنا نون اسكيميا وكانت بتبقى سلولي، وكان عندنا اسكيميا وكانت بتبقى ريلاتيفلي رابيد تمام، لكن مش سادن. طيب it doesn't need systematic work up، مش بتحتاج systematic work up لا طبعا، ممكن تحتاج لان هي بتكون اسكيميا واغلبيتها بتكون عامه يعني في جسمه كده. الاو سي تي اللي هي الاوبتيكال كوهيرنس توموجرافي ديتكت نيو فاسكولاريزيشن، الاو سي تي هتديتكت نيو فاسكولاريزيشن لا ده دي الفندس فلورسين انجيوجرافي. الجونيوسكوب اكزامينيشن مهم مهم لان انا برضو بيحصل نيو فاسكولاريزيشن ولازم افحص الانجيو شامبر لانه بيعمل نيو فاسكولاريزيشن في عند الايرس وابص عليها. طيب المهم نشوف اللي بعديها. سي ام او استريتد ويز توبيكال ستيرويدز، مش عارفه هنا ايه سي ام او، تقريبا سيستويد ماكيلر اوديما، بس هو طبعا في الاسكيميا مش بيبقى فيه اوديما لانه قايل ان بيبقى فيه نقص في الريتينال سيكنس، هو جونيوسكوب اكزامينيشن عشان النيو فاسكولار تمام دي. طيب بيقول ايه 35 years old high myopic male presents to emergency room complaining of acute painless diminution of vision. acute هي صادن تمام، وفي الفيجن في الرايت اي. وات از ذا موست probable diagnosis، واحد عنده هاي مايوبيا وجاي يشتكي من acute painless diminution of vision. طب ممكن يكون السبب بتاعه ايه؟ الهاي مايوبيا دي اوبن انجل جلوكوما ولا بوستيرو سب كوبسلا كاتاركت ولا ريتينا ديتاشمنت ولا اكيوت انجل جلوكوما. الهاي مايوبيا دي يعني الاي بتاعته كبيره، فهي اما الاي بتاعته تكون كبيره هيبدا يحصل اللي هو ريتينا ديتاشمنت لان الفيتروس هيبقى مور ليكويد وممكن الريتينا تتشد فيحصل ريتينا ديتاشمنت بالذات الحاله الايه، بالذات الحاله الاولى تمام، يبقى ريتينا ديتاشمنت. طيب which is a tool for daily monitoring of armored اللي هو age related macular disease اللي هو كان النوع اللي كان dry وكان النوع اللي هو wet تمام وقلنا wet يعني new vascularization. فانا لو عايز ادور اراقب الارمد دون هو كاتب في كتاب الامسلر جريد ده تقريبا اللي هو الليزر، هي مكتوبه في الكتاب ان الامسلر جريد دون الليزر ده للايه للارم تمام. طب البيتا سكان، البيتا سكان از اوف جريد فاليو ان كيس اوف، البيتا سكان ليها قيمه كبيره في حاله الترا بيتا سكان، فما يعني تشتغل في حاله الاوبيك اللي هو عتامه، ممكن تكون عتامه سواء كان عتامه في اللينس ككاتركت، عتامه في الفيدراس كفيدراس هيموريج، عتامه في الاي ككل تيومر تمام، يبقى بتشتغل في تات عادي الفيتروس هيموريج والتيومر والكاتركت، هنا في فيتروس هيموريج. طيب تمام. الماكيولا از ديفايند هيستولوجيكالي باي هافينج مور ذان وان لاير من الجانجليون سيل، من الجانجليون سيل تمام. طيب ديورينج فندس اكزامينيشن ذا ايميج سين باي اندايركت اوبثالموسكوب اللي هي بال 20 دايبتر لينس دي كاركترايز باي ايه، احنا قلنا ان هي الوحيده اللي بتكون اللي بيكون ليس ماجنيفيكيشن وواي ليس ماجنيفيكيشن ووايدر فيلد تمام، ليس ماجنيفيكيشن اما وايدر ايه اما وايدر فيلد، يبقى جريت ماجنيفيكيشن لا دي اللي جنبها اللي هي الدايركت تقريبا، ليس ماجنيفيكيشن وايدر فيلد، وايدر فيلد تمام. صوره معكوسه بتبص بعينها الاثنين باينوكليير صح، بتبص بعينها الاثنين سي تمام. في بيقول في كيز
واحد دلوقتي ايه عنده 41 سنه، عنده تايب 1 دايابيتس تمام. طيب كام كومبليننج اوف سادن ديمينيوشن اوف الفيشن، عندها دايابيتس لا اما يكون جراديوال لا اما يكون سادن رابيد. سادن رابيد ده يبقى فتره سموش، جراديوال ده يبقى ماكيو تمام. ده الشخص الدايابيتس يبقى كده احنا في فتره سموش. ديمينيوشن اوف الفيشن في الليفت اي اون اكزامينيشن هيز رايت اي كانت 6/36 وبولوفريتيف دايابيتيك ريتينوباسي، كان عنده ايه بولوفريتيف دايابيتيك ريتينوباسي يعني عنده نيو بلاد فيزلز ونو ماكيولار اديما ونو فاندس فيو كوبيسين في الليفت اي تمام. يبقى الرايت اي بايظه والايه والليفت اي برضو ايه برضو بايظه. المهم ان هو ده عنده فيترا سيمورش، عنده بولوفريتيف، طلعت له نيو فاسكولاريزيشن فرقعت وعملت هيموش. Which is the most appropriate management for left eye with vitreous hemorrhage. اللي عندها vitreous hemorrhage دي المفروض ان اي hemorrhage واي traction ببدأ اشيله من الاساس، بعمل vitrectomy intravital steroid assurance anti-vitreous beta اعمل beta scan ultrasound و follow up تمام. ممكن اعمل beta scan ultrasound عشان اشوف في حالات vitreous hemorrhage ايه الدنيا و follow up لحد واحد months دي تمام. طيب لان هي بتمر في الاوبيك ميديا عادي. قلت في ظفرنج از ابروبريت مانجمنت فور رايت اي، انا دلوقتي بالنسبه لي الفتره سيمورش هعمل بيتا سكان الترا ساوند. بالنسبه للرايت اي احنا قلنا ايه في الرايت اي؟ هناك الرايت اي كان فيها فيجوال اكيوتي وكان فيها بولوريفيتيف اللي هو كان فيها نيو فيزلز تمام والليفت اي كان فيها هيمورش. طيب ماشي، الرايت اي اللي فيها بولوريفيتيف هحرقها بقى، احرقها بايه؟ بولوريفيتيف احرقها بالبان البان ري اشورنس وانترا فايتال انتي فيجف البروفريتيف دي انتي فيجف عشان ما تعملش بولوفريشن تمام. واميديت بان ريتينال فوتوكواجيليشن اميديت. انا محتاره ما بين ان نحقن انتي فيجف او ان نحقن او ان نحقن او ان احرقهم، بس ممكن اكون هحرقهم عشان هم موجودين من الاساس انتي فيجف عشان امنع تكوينهم. يعني لو هم مش موجودين هدي انتي فيجف، لكن غير كده هحرقهم. طيب ريتينايتس بيجمنتوزا از كاركترايزد باي، احنا كنا بنقول ان ريتينايتس بيجمنتوزا فيها كلمه ويب البي دي يعني اللي هي بونس بيكيلو اللي هي بيجمنت اللي بتكون سودا حوالين الاطراف، والاي ارتريول ناروينج، والدبليو واكسي بيل اوبتيك ديسك تمام. وطبعا الريتينايتس بيجمنتوزا دون بيكون عنده مشاكل في الاطراف، فاهم شكوى عنده هي الرود وان هو مش بيعرف يشوف بالليل نكتالوبيا تمام. طيب يبقى فيها بونس بيكيلر بيجمنتيشن ستارتنج في الفوفيا، غلط، ستارتنج على الاطراف. طيب وكلر بلايندنس، لا احنا قلنا رود ديكريز الاسكوتوبك، الاسكوتوبك بتاع الرود صح ده معانا. انلارجمنت للبلايند سبوت في الفيجوال فيلد تيستنج، انلارجمنت للبلايند سبوت لا هو بيبقى على الاطراف، المشاكل بتكون على الاطراف تمام. سكندري اوبتيك اتروفي وذ جريج ديرتي ديسك ابييرنس، لا بيكون واكسي يلو تمام. طيب يبقى هي هتبقى سي تمام. Regarding كيرفو the most likely cause of vision loss in early stage is، بالنسبة للكيرفو the most likely cause of vision loss في early stages. طيب اللي هو central retinal vein occlusion اكتر سبب يقلل الفيجن، نيو فاسكولار جلوكوما تراكشن و سيستويد ماكيولار اديما فيترا سيمولوج. واحنا نفتكر بس الكيرفو دون كان منه نوعين، لا اما يكون اسكيميك لا اما يكون نون اسكيميك تمام. تمام قلنا ان الاسكيميك ان النون اسكيميك دون كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل النون اسكيميا كان بسيط يعني كان سيستويد ماكيولار اديما بس، لكن الاسكيميا كان بيعمل نيو فاسكولاريزيشن. طيب نيو فاسكولاريزيشن تمام. في الايرلي ستيجز الموست لايكلي كوز اوف الفيجن هو ممكن يكون سيستويد ماكيولار اديما، لان هو بيبقى نون اسكيميك الاول وبعدين بيبقى اسكيميك تمام. واحنا قلنا الاثنين اصلا بيحصل فيهم سيستويد ماكيولار اديما، لكن في الاسكيميك هو اللي بيحصل نيو فاسكولار نيو فاسكولاريزيشن كده. طيب يبقى سي. ريسك فاكتور فور برايمري ريجمنتس ريتينال ديتاشمنت انكلود البرايمري ريجمنتس. يعني ايه كلمه ريجمنتس؟ يعني حصل تير في الريتنا وبعدين دخلت في الاوي تمام. طيب قال لك الريسك فاكتور فور برايمري ريجمنتس ريتينال ديتاشمنت انكلود هايبر متروب هاي مايوب. احنا قلنا هاي مايوب بيكون كبير عينه كبيره وبدات تقطع الريتنا وتخلي الفتره سجل يبقى اقوس تمام. يبقى هي بي. طيب تريتمنت اوف تشويس فور ا بيشنت وذ ريكشنال ريتينا ديتاشمنت واحد عنده الريتينا انفصلت بسبب التراكشن،
التريتمنت اوف تشويس هو ايه؟ احنا قلنا اصلا في حالات التراكشن بشيل وحالات الهيمورج او حالات الباقي مش نافع، فاعمل بارس بلانا فيتركتومي. تمام، بارس بلانا فيتركتومي. طيب ده لو السكليرا باكلينج ما نفعتش. تمام، فهي السكليرا باكلينج الاول وبعدين البارس بلانا ريتركتومي و تمام. مش عارفه بقى نختارها ايه، ممكن يكون ايه، بارس بلانا فيتركتومي. بارس بلانا فيتركتومي، لان ممكن يكون الريتينا كلها مشدوده فالسكليرا مش هتلاحق، يعني ممكن يكون قصده هنا جاينت. تمام، طيب عندنا لوس اوف فيجن في كيس اوف الويت تايب ايج. احنا قلنا الايج الماكلا ده النوع الويت حصل فيه ايه، حصل فيه نيو بلاد فيسلز. تمام، طيب لوس اوف فيجن في الحاله دي بسبب النيو فاسكولاريزيشن. النيو فاسكولاريزيشن دي هتعمل لي ايه؟ هيموريج. طيب از ديو تو ايه؟ مالتيبل دروزن. الدروزن دي اصلا بتحصل في الدراي، الدروزن دي بتحصل في الدراي. ريتنا بيجمنتد ابسيليما هايبر بيجمنتيشن اللي هو برده في الدراي، النوع ده دراي والنوع ده دراي، وبيحصل لها اتروفي في الدراي برده. كورويدا نيو فاسكولار ممبرين، هو اللي ممكن يحصل، او كورويدا رابتشر ممكن يحصل نيو فاسكولار. هو احنا قلنا في الويت بنسميها ويت عشان بيحصل نيو فاسكولاريزيشن. تمام، طيب وبعدين النيو فاسكولاريزيشن يطلع 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 ويعمل لي سكور. طيب بيقول ايه، 60 يير اولد اولد بيشنت والسادن والسادن. تمام، سادن او رابيد يعني بينس لوس اوف فيجن اوكيلا اكزامينشن ريفيل شيري ريد سبوتس. لان الشيري ريد سبوت مهمه جدا للسنترال ريتينا، ايه للسنترال ريتينا ارتري اوكلوجن. نكمل، وكلير انتيريور شيم موست لايكلي دايجنوزس هو الفين. الفين مش بيحصل معاها شيري ريد سبوتس، برانش سنترال ريتينا ارتري ايه اوكلوجن، سنترال ريتينا ارتري اوكلوجن زي ما احنا قلنا في الاول. طيب ا بيشنت و سادن بينلس لوس اوف فيجن نو فاندس فيو از بوسيبل، معنى كان في هيمورج في ديما. اوتش اوف انفستيجيشن هيلبفول تو سي ريتينا البيتا سكان الالترا ساوند بيتا سكان. ليه؟ لان هي مهمه جدا في حالات العتامه. طيب ان دايابيتك ريتينوباسي ذا نيو فازلز فورميشن از ديو تو ذا فولوينج باثولوجي. في دايابيتك ريتينوباسي النيو فازلز بتحصل بسبب ايه؟ نيو فيزلز بتحصل كنتيجه للاسكيميا عموما، يعني نيو فيزلز بتحصل كنتيجه للاسكيميا. طيب عشان ننقص بيها يعني وكده، في الريتينال ديتاشمنت الفلويد اكيوميليت بتوين، في الريتينال ديتاشمنت الفلويد بيأكيوميليت ما بين مين؟ ما بين الريتينال بيجمنتد ابيثيليوم وما بين اللي هي الطبقه اللي هي مش نيوروسنسوري وما بين التسعه نيوروسنسوري. يبقى دي الطبقه الاولى والتسعه نيوروسنسوري هنا. تمام، يبقى ما بين الريتينال بيجمنتد ابيثيليوم في الفلويد ما بين الريتينا بيجمنتد ابيثيليوم والايه النيوروسنسوري والريتينا بيجمنتد ابيثيليوم. طيب في في الاوتر بلكسي فورم وفي في النيرف فايبر. قال لك النيرف فايبر دي بنسميها استنوا هجيبها. لو هي في النيرف فايبر لير بنقول عليها ريتينو، بنقول عليها ريتينو سكايزيس سكايزيس. تمام، طيب لو في الاوتر بلكسي فورم لير، لو هي ما بين الاوتر بلكسي فورم لير بنقول عليها سيستويد ماكيولر ايديما ماكيولر ايديما. تمام، المهم بتاعتنا اللي هي الريتينال ديتاشمنت العاديه بتكون في نيوروسنسور. طيب نايت بلايندنس از كوزد باي، النايت بلايندنس بيحصل بسبب ايه؟ الريتينايتس بيجمنتوزا، لاننا بنسميها نكتالوبيا لان هي بتاثر على الرودز. تمام، يبقى ديستروفي اوف الرودز، ديستروفي اوف الرودز. طيب والكون يبقى كلر او دي. تمام، باثوجينوميك كلينيكال ساينز اوف اوف البروليفريتيف دايابيتيك ريتينوباثي از، الباثوجينوميك كلينيكال ساينز للبروليفريتيف دايابيتيك ريتينوباثي. تمام، ان الاقي مايكرو انيوريزمس او ان الاقي هايرد اكسيديت او ان الاقي ديب ريتينا هيموريج او ان الاقي نيورو فاسكولاريزيشن في الريتينا او ان الاقي ايه او ان الاقي ان الاقي نيو فاسكولاريزيشن في الريتينا. تمام، دي علامه مميزه لان في حاله بروليفريشن. تمام، قالك في السنترال ريتينال ارتري اكلوجن الشيري ريدز بص بسبب ايه؟ احنا قلنا ان في السنترال ريتينال ارتري اكلوجن بيحصل اسكيميا لكل الريتينا، فكل الريتينا تبقى مظلمه 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 مظلمه. طب هل الفوفيا بتاخد من الريتينا؟ لا. هل الفوفيا فيها بلاف فيسز؟ لا، ده هي بتاخد بس كده من الديفيوجن بتاع الكورويد. فالشيري ريدز بص بتبقى ايه؟ الفوفيا بتكون حمراء زي الفراوله كده بالظبط. يبقى كده بسبب ايه؟ بسبب الكونتراست بتوين البيل ريتينا والريتش والريدش كورويد. تمام، طيب اللي هي دي. تمام، طيب بيقول ايه، 32 واحدة عنده 60 سنة بيسفر من دايابيتس ميليتس، في اخر 20 سنة جيم عنده بايلاترال ريتينال هيموريج، عنده ريتينال هيموريج واكسيوديت. تمام، ونيو فاسكولاريزيشن على الاوبتيك ديسك.
الريتينا از ستيل اتاتش في مكان. يعني هو عنده ايه؟ يعني هو عنده بروليفريتيف، يعني هو كده بروليفريتيف دايابيتيك ريتينوبس فول فول. وعنده كمان وعنده فيتراس هيموش، وعنده فيتراس هيموش بس ما في لسه ما حصلش اتاتشمنت. قال لك الريتينا الموست سيتابل مانجمنت ان انا اشيل الفيتراس اساسا، لان هيحصل اتاتشمنت اللي هو فيتركتومي. لا هو كاتب بين ريتينا فوتوكو اجيليشن، بين ريتينا فوتوكو اجيليشن ان انا احرق البلاد فيزلز دي، احرق البلاد فيزلز بين ريتينا فوتوكو اجيليشن. بص بقى احنا هنقول هنا معلومه وهي اللي هتثبت ده. لو انا بروليفريتيف، لو انا بروليفريتيف دايابيتيك ريتينوباسي زائد الريتينا في مكانها بحرق ارجون. لو انا بروفريتيف ريتينا ريتينا دايابيتيك ريتينوباسي والريتينا في مكانها بحرق بالارجون. اهو بص بروفريتيف قال لك عنده دايابيتس ميليتس وجايب هيموج اكسيديت ونيو فاسكولاريزيشن. اهو بروفريتيف اهو تمام تمام. والريتينا الريتينا في مكانها انا بحرق بالايه؟ بحرق بالارجون. الريتينا في مكانها انا بحرق بالارجون. يبقى اول ما تفيش ان هي بروفريتيف والريتينا في مكانها هنحرق بالايه؟ نحرق بالارجون تمام تمام. البان ريتينا، البان ريتينا فوتوكو اجيليشن. طيب لو ما فيش حرق بالارجون، بصي لو لقيتي الهيموج والاكسيديت دي يعني لو لقيناها على الماكيولا، لو هو حدد على الماكيولا هدي انتي فيجف. طب لو حدد على الاطراف مش هعمل فولو اب تمام. يبقى على الطرف هعمل فولو اب. لو كان قايل ان الريتينا والهيموج ان بدل دي ان هي كانت بيرفرال هيموج واكسيديت هعمل فولو اب. طب لو كانت ماكيولا هدي انتي فيجف مش موجوده هنا. اما هنا هو ما حددش ماكيولا ولا على الطرف، فانا هتعامل كانه بلوروفريتيف دايابيتيك ريتينوباسي والريتينا فكانها بحرق بالارجون تمام. بيقول لك ايه يونج مين نوين تو هاي مايوب، هو كان هاي مايوب تمام، كومبلين اوف فلاش فلايت ان تيمبورال فيلد، عنده فلاش فلايت هو من الضوء في التيمبورال فيلد بتاعه. يبقى انهي حته من الريتينا؟ يبقى النيزل ريتينا هي اللي ايه حصل لها تير. ماشي. اوف هيز رايت اي تو دايز اوف ديوريشن موست اكسبكتد كوز ان هو حصل له ايه؟ فلاش اوف لايت دي ليها كذا سبب تمام. هي كده اغلبيتها بتكون ريتينا بريك، بتكون الريتينا امن كده مقطوعه فبنسميها كانها صوتت وعملت فلاش اوف لايت تمام. طيب النيوتريشن اوف الفوبيا بتيجي من البرفيوجن، من الكولر ديفيوجن، من الكوريو اوكابيلاري. طيب البريزنس اوف السنترال سكوتوما في الهاي مايوب بيشنت مي بي ديو تو، لو لقينا سكوتوما في النص كده في عيان الهاي مايوب بيكون بسبب ده تقريبا من شابتر الايرو اوف انفكشن، وهتبقى في خصوص بوتس تقريبا من شابتر الايرو اوف انفكشن. يبقى لو لقينا سنترال سكوتوما في الهاي مايوب يبقى دي في خصوص بوتس. طيب تمام. واحد عنده 30 سنه جاي يشتكي من رينال فيلير تمام، بريزنتد وذ روتين فاندس تشيك، جاي ايه؟ جاي يعمل روتين عادي. الاكزامينشن لقينا ايه؟ لقينا ريزد اوبتيك نيرف، ريزد اوبتيك نيرف هيد وذ ريتينال هيموريج في البوس اي. الفيرست لاين اوف تريتمنت لقينا ريزد اوبتيك نيرف ولقينا ريتينال هيموريج. هو كان عنده ايه؟ كان عنده رينال فيلير. اهم حاجه ان اعملها اعمل التراسونوجراف ولا اعمل سي تي ولا اعمل فيجوال فيلد ولا اعمل ميجرمنت للبلاد بريشر ولا اعمل فلورسين انجيوجرافي. الصراحه مش عارفه، انا مش عارفه حل الجمله دي ازاي الصراحه. بس ممكن نقول مثلا ان هو مريض عنده رينال فيلير، يبقى لما مريض اغلبيته بيكون مريض ضغط او مريض سكر هو اللي بيعمل له رينال فيلير. فاليارا دي بسبب الضغط او السكر مثلا. ولان طبعا رز اوبتيك نيرفيد يعني في اكسيديت وديما وهيموريج وكده، فهو ممكن يكون هايبرتنشن. العيان ده سيستماتيك اصلا، هو سيستماتيك في مشكله، فعشان كده هقيس له البلاد بريشر. الله اعلى واعلم بقى. بس كده ثانك يو.